سمر جيتني يما ويا يا ابن الى سمر جيتني بدعم من السفارة العراقية في عمان وتشجيع الحركات الفنية الموجودة في العاصمة الأردنية عمان وكذلك بالتنسيق والتعاون مع مجلس رجال الأعمال العراقي أقيم في العاصمة الأردنية عمان المعرض الشخصي الأول للفنانة بيداء العنزي. تعالوا رافقونا معا لنتجول في أروقة هذا المعرض. معرضي الشخصي الأول ترانيم النخيل، حبيت أنه أبين البيئة العراقية، يعني شمال جنوب، عناصر البيئة اللي موجودة، علاقة الإنسان مع عناصر البيئة، مع الأرض، مع الوطن. طبعا كثير بها إرهاصات وكثير يعني تبين يعني شلون علاقة العناصر مع بعضها، الإرهاصات اللي مرت بالعراق، طبيعة ما خلفت هذه الأمور، وحبينا أنه ننطي أمل. بدأ ألاحظ عنوان البصرة دائما في لوحات من النخيل ومناطق البصرة، ما هو السبب في هذا؟ والله هي يعني مصادفة، لكن العراق كثير ثري بتراثه، والبصرة بيها فد روحية جمالية يعني حلوة، النهر، النخيل، يعني هذه الأشياء بصراحة تراثية جميلة جدا، حبيت أن أظهرها بأسلوب حديث وجديد، أسلوب يعني بأمل، يعني من غير هذه مسحة الحزن اللي مرت على الوطن، مسحة جديدة بالتفاؤل، بإن شاء الله فرح إن شاء الله على بلدنا. دائما إن شاء الله. ست بيداء، بمن تأثرت في أعمالها الفنية؟ والله بصراحة يعني يعجبون الرواد الفنانين العراقيين كثير، طبعا أني إنسان ما يقدر يعني يبتعد، إحنا ما الأصل وإحنا يعني الفرع. جل ممكن نسمع أنه المعرض القادم إن شاء الله يكون في العراق؟ ممكن، الله أعلم إن شاء الله. هذا المعرض حقيقة الأخوة بيداء العراقية المجاهدة، نقدر نقول زوجها فنان أيضا، ما كنت أعرف عندها القابليات والإمكانيات، وشجعتها في أول أمر أن تعمل وتهيئ إطارات لهذه اللوحات، وثم عرضها على مجلس الأعمال أن يقيموا لها هذا المعرض، وأنا مسرور جدا أنها قامت أول معرض ونجحت به وأظهرت كفاءاتها، وإن شاء الله نعاونهم ونساعد كل العراقيات والعراقيين اللي يحبون يعرضون إنتاجهم الفني. الفنانين العراقيين يؤدون رسالة مهمة جدا، عندما أستطلع هذه اللوحات تجد فيها الأمل، فيها التفاؤل، فيها تعبير عن وحدة العراق، لأن اللوحات قسم من الجنوب من البصرة، قسم من عانة، من هيت، من حديثة، قسم من البادية، فإذا هذه اللوحات تعبر عن رسالة مهمة جدا، هي وحدة الشعب العراقي، وحدة العراق كلها بأطيافه. احنا نشكر حقيقة مجلس الأعمال العراقي على هذه المكرمة اللي تفضلوا بها، واللي يهيئون فرص لفنانين عراقيين من عرض إنتاجهم ولوحاتهم. We'll be right back.
بدءا مبروك للسيدة بيداء على معرضها هذا. الحقيقة المعرض أدهشني بطريقة منقطعة النظير للطريقة اللي تناولت بها مواضيعها، كأنها بانوراما عراقية حقيقية، واشتغلت بالأسلوب الواقعي الأقرب إلى التعبيرية، وخصوصا أكو عمل بانورامي لحياة العراق تاريخا وحاضرا، وشدني بالحقيقة جدا هذا العمود اللي مشتغل عليه، وقرب نتناول بيئة العراق من الشمال إلى الجنوب، وهذا يحسب للفنان العراقي أنه هو ابن هذه البيئة من شمال العراق إلى جنوب. فالفن راعي للجمال يعني، والفنان أكثر من يوصل الرؤية الجمالية للناس، وهذه أعتقد رسالة أي فنان. ابتسمت روحاتها بنوع من الجمالية، وهي نقل الصور الواقعية عن المجتمع العراقي من الأسود والأبيض وتحويلها إلى ألوان. طبعا هذا برسالة عميقة جدا، وهي الخروج من الألوان السوداوية والألوان الكئيبة إلى ألوان مفرحة، واستعمال الألوان الصارخة، ضربة الريشة بشكل فني رائع، استطاعت أن تجسد صور من واقع العراق من شماله إلى جنوبه. فكانت المعرض ناجح، هناك مبيعات كبيرة لها، وينصب في الإطار العام لمجلس الأعمال العراقي في دعم الفنانين العراقيين في الأردن. دكتور، هل هنالك خطوات أخرى لدعم الفنانين وقامت مثل تلك المعرض؟ بالتأكيد، احنا الأسبوع الماضي شاركنا في المعرض العربي الشامل للمنتجات العربية، وشارك المجلس بجناح العراق، وكان أكبر الأجنحة المعروضة وأنجحها في حجم المبيعات اللي تمت لأفراد الجالية اللي ساهموا في نشاطاتهم. لدينا برنامج أسبوعي لنشاطات ثقافية واجتماعية، معارض وحفلات موسيقية كثيرة من ضمن برنامج ونشاطات المجلس، يعني تسمعون عنها قريب إن شاء الله. الموافقية في هذا المعرض. جزيلاً، وأهلاً بكم، قناتكم والقناة كل شان نقول إحنا كل عائلة عراقية، ويا أهلاً وسهلاً، شرفتونا كثير. عفوا، أهلاً وسهلاً. تهني يما ويا يا ابا، الى زمر جيتني.